بعدة آلاف من الصواريخ والمسيرات، خطر الحوثيين يدق أبواب المنطقة مجدداً. إيران تستخدم أذرعها في المنطقة وتخطط لإطلاق هجوم مشترك على إسرائيل سيشمل جميع القوات الموجودة تحت تصرفها في الدول العربية. هذا ما زعمه المستشرق مردخاي كيدار. ماذا عن علاقة السعودية؟ ادعى المستشرق مردخاي كيدار أن إسرائيل ستكون أمام هجوم قادم من لبنان يشنه حزب الله بعدة آلاف من الصواريخ والمسيرات، ومن سوريا بوجود 17 وحدة قتالية مسلحة، وفي العراق عشرات الجماعات المسلحة بالصواريخ والطائرات بدون طيار، وفي اليمن يمتلك الحوثيون صواريخ وطائرات بدون طيار بعيدة المدى تصل إلى إسرائيل، وفي غزة تحوز حماس والجهاد الإسلامي صواريخ قادرة على تعطيل قواعد الجيش الإسرائيلي والقوات الجوية. وأضاف في مقال نشرته صحيفة ميكور ريشون وترجمته عربي 21 أن إيران قد تشن هجوماً منظماً وشاملاً على إسرائيل، والتقدير الإيراني أن مخزون صواريخ القبة الحديدية سينفد خلال ساعتين إلى 3 ساعات من بدء الهجوم الجوي، ثم تفتح الأجواء الإسرائيلية وتتضرر القوات الجوية وتتوقف عن العمل مصحوبة بهجوم إلكتروني على أنظمة البنية التحتية الإسرائيلية، متابعاً أنه من المرجح أن إيران لن ترسل أي شيء من أراضيها لإسرائيل حتى لا تعرض نفسها للانتقام. وقدر أن التصور الإيراني أن تعبئة الاحتياطيات لدى الاحتلال ستستغرق عدة أيام وستكون جزئية على الأكثر بسبب الفوضى التي ستنشأ في جميع أنحائه فيما ستنهار القوات النظامية في غضون ساعات. يتزامن هذا السيناريو الميداني الإسرائيلي مع ما تحظى به إيران من دعم روسي صيني وتزويدها بمعلومات عما يحدث في إسرائيل. وأوضح كيدار أنه في العالم العربي والإسلامي ستخرج حشود ومظاهرات تدعو للقضاء على دولة الاحتلال على غرار الدعم الذي قدمته لحزب الله في حرب لبنان الثانية 2006، فيما قد لا تتخذ السعودية موقفاً سلبياً تجاه الهجوم على إسرائيل.